عندك زغليل من عمر يوم، الاهالي ماتوا او سابوهم وطارهم او اصابهم اي مرض مش عارفين ياكلوهم، وما عندكش حمام تاني تحضن تحته الزغليل. طبعا لو حضنتهم تحت حمام تاني احسن، لكن لو ما فيش هتعمل ايه؟ هتضطر تاكلهم. اهو المبسم السيليكون اللي احنا بنستخدمه للزغليل من عمر يوم، وبنستخدمه مع سرنجه من 1 سنتي حتى 20 سنتي، تنفع تتركب عليها كل ده المبسم السيليكون. طيب هو بقى الفيديو بتاع النهارده علشان ايه؟ الناس اللي مش لاقيه المبسم السيليكون في بلدها. انا لقيت لك الحل، هتلاقي جنب بيتك عجلاتي او اي حد بيبيع قطع غيار العجل، دي اسمها جلدة بلف. بص منه حتة زي كده بالظبط، بص لها كده طريقة ازاي، زيها زي المبسم السيليكون بالظبط. هنقص حتة نفس طول المبسم السيليكون، هي طولها كله كده حوالي 5 سنتي زي ما انا قصتها كده وركبتها هنا. بس هي عيبها ايه؟ ان هي صعبة شوية انها تركب في السن. عليها نقطة زيت وركبها هتركب معانا. الميكس اهو اللي احنا بنستخدمه الموجود عندي هنا في دمياط ما شاء الله، بنحط منه معلقة على 3 معالق مية سهله، وهتزغط بها الزغاليل اللي هي من عمر يوم. تفتح بس خد بالك عشان ما تموتش الزغلول. اهو نشوف دخلت كلها اهي، ونديه ما نكترش عليه حوالي سنتي بالكفايه. طبعا هو الاهالي مزغطينهم بسم الله ما شاء الله، واكل وبقى تمام بسم الله ما شاء الله. لو عايز تفضيها في كوبايه يكون اسهل. فضناها، نزل الصفار والبياض. انا معايا خل عادي النهارده، ما عنديش خل التفاح، ممكن تحط برضو عادي خل عادي مفيش مشكله. ربع سنتي ليه يا جماعه خل التفاح او الخل؟ ليه الخل؟ عشان لو البيضه فيها بكتيريا، انت طبعا كنت محضن البيضه، لو البيضه فيها بكتيريا ما يجيبش الامراض للزغلول، ده هتنقذ بهم اي زغلول. فبعد كده ما ترميش البيض خالص. اهو شوف لما قلبناهم اصبحهم بالشكل ده، ومعانا اهو الزغلول، هناتي الزغلول. انا اشتريت الزغاطه دي اللي هي بتستخدم في الاكل الخشن، لكن انا هوريكم كنا بنعمل ازاي زمان. ده فول، لو عايز تزغط فول يعني بالطريقه دي، بنفتح لو حمام كبير كنا بنعمل كده، الحمام الكبير اهو بنزغطها بتاكل يدوي بالشكل ده تمام كده، او بنجيب ذره. طبعا ليه انا بستخدم في الطاجن؟ علشان اللي يقع في الطاجن اكله تاني، او الذره طبيعي ذره الحمام، ونعمل كده اهو بتاكل، اللي يقع في الطاجن ونجيبه تاني. دي اسهل طريقة تعمل بيها حضرتك اهو، ومش هتوقع ولا حباية. اللي يقع في حاجة كده، اناء، اي اناء يعني، مش لازم الطاجن ده، بالشكل ده. وطبعا دلوقتي بنسقي بالسرنجة دي، بنسقي بالسرنجة دي، لكن انا هوري لك كنا بنسقي زمان ازاي. معايا ازازة الماء اللي انا بشرب منها مثلا، وبنملى سقيناها كده بالمنظر ده. لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك، ده الطرق بتاعت زمان اللي كنا بنعمل بها زمان. الازازه دي بيركب عليها اكتر من سن. هو راكب كل واحده فيها مقاس، هنشيل الجزء ده لحد ما ايه المقاس يجي، احاول اصغر الحبوب دي. سرنج 5 سنتي، اه هي كبيره اهو، نفتح كده ونعدي كده، نزلت اهو، وانت بتقلب تروح قالب كده بينزل اهو الدوره بال ده. فرد مروش مش بيعرف ياكل، دي طريقة سهلة جدا اهي. بس السرنجة دي 5 سنتي يا جماعة، احنا اشترينا دي، وهنرفع الزغاطة لفوق، نكفي كده تمام حلقها، وندفع في الداخل كده، بيبقى فيه زي ده كل الناس عارفينه، اللي هو بيدخل كده وتقوم قافل على الجزء ده. انا ركبتها اهو، ربط تقفيز في المنطقة دي، خليه برضو الأعلى، وندفع مرة واحدة. كلنا عارفين الفول المدشوش اللي بنستخدمه في الطعمية تمام، بنبله عشان يبقى زي ده ويبقى سهل بعد كده يطحن. فتطحنه بأنعم حاجة مرة واتنين، ممكن لو عندك مفرمة لحمة أو كبة، وممكن بعد كده تحطه في الخلاط لو هو ما نعومش معاك قوي، وتحط ضيف عليه شوية مية وتضربه في الخلاط كأنك بتعمل عصير. احنا عايزينه بمية، ليه؟ لأن لسه هزوده مية. هنحط كمية، حطيت المية الدافية خلاص، ونبدأ التقليب. لازم تقلبها كويس طبعا عشان تاخد المية والميكس بتاعنا اللي هو ميكس الفول، الفول اللي اسمه فول مدشوش يا جماعة. اللي مش عارف يعني ايه الفول المدشوش، اللي هو الفول ده، الفول برضو بتاع الحمام اللي احنا الطبيعي، او فول التدميس بعد ما نقشره، بعد ما يتقشر بنعمله كده، يبقى هو الفول المدشوش ده. طبعا سرنجة التأكيل اللي بنستخدمها دي ممكن تتقل من حضرتك، فهتجيب شوية زيت طبيخ في اي قطارة، وكل مرة لو حسيت ان هي تقيلة ادي نقطة في كل ناحية كده. هي مشت، شوف ازاي بقت مشت ازاي وبقت سهلة. سحبناها تمام،
هو تلاقيها عامل رغاوي كده من البصل والثوم، اما تلاقيها عامل رغاوي كده اعرف ان ده البصل والثوم هو اللي عامل الرغاوي دي. فانا بقى ايه هنديله من الميكس بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. نسحب برضه، بنقلب في كل مره ونسحب للزغلول الثاني. بسم الله ما شاء الله اتسحب تمام. فاللي قال لي ما تسحبش في السرنجه بتاع العلف اهو، شوف كده، ده واحد جدا، ده اللي ينفع للزغاليل الصغيره. هنقول مثلا على حسب ما انت محتاج انت هتعمل. يلا جيب ميه دافيه وتضيف وتقلب اهو بالشكل ده، خليها خفه كده. كل ما تكون خفيفه كل ما تكون سهله في الهضم عند الحمام. او 60 سم بتلاقيها في الصيدليه بشري بحوالي 5 جنيه تقريبا ثمنها، ولو لقيتها 60 هتلاقيها ب 6 جنيه. ودي سرنجه 20 سم، مش مشكله هي كام سم او 3 سم او اللي تلاقيه، المهم المبسم السيليكون اللي بيتركب عليها ده. ليه المبسم السيليكون ده؟ اللي قلتها في فيديوهات كتير علشان الزغاليل اللي هي من عمر يوم. شوف لو عندك من عمر يوم هتشتغل. وبتعدي الميكس بتاعنا زغاليلنا من انتاجنا اللي خدوا مننا الزغاليل كده، يدعوا لي ان شاء الله. اول حاجه هنعملها كوبايه علف، علف الفراخ، علف الدجاج، علف التسمين، علف 23% او علف السمان اللي هو البادي. انعم حاجه، ارفع حاجه، الحبايه الرفيعه اللي زي كده، هحط كوبايه منها او الكميه اللي انت هتحتاجها. هحط كوبايه كده زيها يعني، 3 كوبايات ميه اهو. ده واحد، اثنين، ثلاثة. هنسيبهم على بال ما يتخمروا من 15 الى 20 دقيقه. العلف مش اي سرنجه تنفع معاه، دي زيها بالظبط، بس دي ما تنفعش، دي 50 سم ودي 50 سم. شوف دي اللي معاها سن، ده معاها سن للحقن، دي اللي مش بتنفع للعلف. طالما بالسن معاها كده سن، تعرف ان اللي بالسن دي مش هتعدي منها العلف مهما خمرته ومهما حتى ضربته في الخلاط. دي اسمها سرنجه قسطره، تقريبا السعر واحد. اهو شوف اول حاجه، ده السن ده كبير، مش محتاجه خرطوم ومش محتاجه حاجه غير كده. شوف حضرتك ازاي فتحه السرنجه دي وسع ايه. هنشوف السن الثاني، الحقنه الثانيه، السرنجه الثانيه يا جماعه. شفت الفرق بين دي وبين دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ يبقى انهي اللي هتنفع الصح، اللي هي دي اللي هي صح، دي غلط. اللي على اليمين دي الغلط، اللي هي معاها سن ما تنفعش. نوعيه العلف لازم تكون النوع ده الرفيع، الحبايه الرفيعه دي اللي هي علف بادي اللي بيجي للكتاكيت وهي لسه صغيره، او للسمان اللي لسه من عمر يوم، وتخمرها لمده 15 ل 20 دقيقه. برضو لو ما خمرتهاش الموضوع هيفشل منك. انا ايه اللي خلاني عملت الفيديو ده تاني؟ انا عملت الفيديو ده اكتر من مره لاني لقيت قنوات اللي هي لسه ما تعرفش يعني ايه التاكيل بالسرنجه دي، جابوا سرنجه حقن زي دي وقصهم. طبعا هي سرنجات الحقن دي انواع، في منها السن ده طويل بتاعها بس رفيع برضو، قص منه علشان يقطع الحته الضيقه ويوسعه. لا انا بقول لك هي دي جاهزه، ما انتش هتقطع منها حاجه، وفي نفس الوقت الطول بتاعها ده انت هتحتاجه عشان تدخله في بق الزغلول. شفناها دلوقتي بعد ما اتخمرت شربت الميه ازاي، اتخمرت اهو تمام. هنسحب منها اهو، بتسحب زي الفل اهو، هي بتاخد حوالي 60 سم اهو. طبعا الزغليل دي للذبح بس يا جماعه مش للتربيه، لو انت هتسمن وتاكل علف يبقى للذبح بس. بعد عمر اسبوعين مش هينفع العلف ده يبقى تقيل، يستفضل ان انت مش اقل من 10 ايام الى اسبوعين. لو 10 ايام لو نمو الزغلول كويس، لكن لو زغلول قليل 10 ايام لا، اسبوعين كده زي ده كده، وابدا اكله في الاحجام دي كده يبدا يستحمل العلف. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.